اهلا بحضراتكم من جديد، نورني وشرفني النجم الكابتن الكبير كابتن هشام زكريا اللي انا بحبه شخصيا يعني، وطبعا هو يتحب بادائه في التدريبات وادائه في الفرق اللي مسكها منتهى الاخلاص ومنتهى الجديه، لكن هو ده الطبيعه كابتن يعني. مساء الفل عليك الاول. مساء الفل عليك كابتن ميدو، عامل ايه؟ منور الدنيا. مبسوط اني معاك دايما، بتنورنا هنا في قناه. لا ده انا اللي بتشرف بيكوا دايما. ربنا يخليك. شرف ليا. ربنا يعزك. يعني اطمنا عليك برضو. الحمد لله الحمد لله زي الفل. لسه مفيش جديد في الساحه الرياضيه بالنسبه لا ما جديد دي بتاخد فتره شويه، اكيد حضرتك عارف المجال، انت حضرتك في المجال وعارف يعني مجال المدربين صعب شويه، وارد ان يحصل فتره كبيره جدا كده، يمكن انا كمان كنتش متوقعها، ولكن كنت ما كنتش متوقعها بعد الشغل اللي انت عملته والاداء اللي انت اديته. بالظبط يعني انا كنت برضو يمكن كلمه قلتها كذا مره، انا متخيل ان ادائي والشغل هو اللي يتكلم عن المدرب، ولكن طبعا مش عايز اخد في القصه دي عشان خاطر بقول عشان ممكن عشان هو قاعد دلوقتي ما بيشتغلش، ولكن لا الموضوع الصحوبيه اكتر والعلاقات اكتر، وعلاقتك بالوكيل، علاقتك برئيس النادي، علاقتك هي دي القصه اللي بتبقى البونس الاهم من ان انت شغلك فين. بس طب ليه ما بتكلمش وكلاء؟ يعني شايف الموضوع من اي زاويه؟ يمكن عشان كان بتعامل مع نادر، كان هو يعتبر الوكيل بتاعي او اللي انا على طول استشاراتي معاه وبكلم معاه. نادر برضو احنا قعدنا فتره كبيره جدا مع بعض من ايام ترن اوت بلجيكا، فتقدر تقول ان 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 عارف كنا عاملين شغل كويس، فكنت مستمتع بالشغل معاه وهو كان مستمتع بالشغل معاه. بصراحه طالما ذكرت نادر يعني وعامل تحس ان هو ناقل نادي اوروبي في الجونه. بص الامكانيات بتبقى عامل مهم جدا جدا لتنفيذ فكرك. تمام. ونادي الجونه عنده الامكانيات دي وعنده الفكر ده وعنده الناس اللي تقدر تسخر لك الـ 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 الحاجه اللي انت عايزها. تمام. فدي حاجه مهمه جدا. طبعا يمكن انا يمكن عشان اكون امين برضه ما كانش موجود التطور المالي وانا ماسك. ما كانش فيه التطور المالي الكبير اللي موجود دلوقتي عشان اكون ولا بالزبط. حتى في يناير بالزبط. يعني حتى ولا السنه اللي فاتت في يناير كان حصل التطور اللي كان موجود في يناير السنه اللي فاتت، ولكن هم عايزين عندهم دلوقتي طموح كبير، بينفذوا مشروع كبير، بيحاولوا يطوروا نفسهم بشكل جيد. اتمنى لهم يا رب التوفيق، والتوفيق لكل الانديه. طب نكمل بقى، حضرتك كنت بتتكلم ان انت عشان كنت بتحب نادر او عارف شغل نادر كان ايه، ايه المانع بقى ان انا اروح تاني، ان انا ادور تاني؟ هي انت شايفها بتقلل منك مثلا تتكلم وكيل اعمال؟ هي مش تكلم او مش هي ما بتجيش كده؟ المفروض ما تجيش كده. المفروض يعني بس احنا ما عندناش مفروض في مصر. يمكن انا مثلا في حياتي بقول مثلا ايه، ما بتقابل واحد زي ماجد سامي ده بتبقى كرم من عند ربنا سبحانه وتعالى، ان يحط لك في طريقك واحد يؤمن بموهبتك. فده حصل في بدايه حياتي. جميل. لما تلاقي واحد تاني زي نادر يؤمن بالموهبه بتاعتك في المجال ده برضه بتبقى حاجه كويسه جدا، بتريحك. زي ما اقول لك ايه يا كابتن ميدو، بتلعب في النادي الاهلي وتلاقي نفسك بعد ما تخرج من النادي الاهلي ايا كان النادي التاني هتحس في فرق كبير. هتحس في فرق بالظبط في التعامل في الكلام ده كله بالظبط. هنقول الانسجام بينا كان كبير جدا، فبالتالي انا كنت مرتاح وبشتغل وانا مرتاح. كمان وجودي وانا جربت الشغل في انديه عرفت العقليه بتاعتها عامله ازاي، بتصطدم بمشاكل كتير، فهو كان خلاص فاهمك وعارف انت وضع ايه. الدنيا مش هتقف يعني، هي الدنيا مش هتقف، ولكن انا دايما شايف حاجه، نادر لما شاف ان عندي هشام الموهبه دي كلمه وقال له عايزين نعمل مشروع في الجونه كذا كذا تمام. كذا، فالطبيعي ان الوكيل اللي يكلمك مقتنع بيك، مقتنع زي ما في لعيب، انا مكتشف لعيب في الدرجه الثانيه في الدرجه الثالثه، فبتروح تمضي معاه تمام عشان اوصلك او ارسم لك الهيكله بتاعتك خلال طريقك تمام، واحط لك البناء اللي هتمشي عليه، فده الطبيعي تمام. لكن ان انت هتكلم وكيل انا شايفها فيها برضه تقليل وشان كبير جدا جدا جدا، الا لو كان النهارده في سابق معرفه، ففي عشم في ود، فدي ما فيهاش مشكله. انا عارف مشكلة. انا عارف شخصيتك، لكن هي قصه برضو لا انا دايما احب انا سلعه عايز تكون مطلوب واتعرضت فانت بقى من خلال انت عايزني ولا مش عايزني. وبعدين في ناس بتستغل جدا جدا ان انت مثلا تكلمه لا عارف اللي هو بقى ايه، ممكن يحطك في حتت
انت ولا التيب بتاعك ولا مكانتك ولا وضعيتك ولا اي حاجه. يعني انا فاكر مره وكيل كلمني، والله مش تقليلا من شأن حد، يعني مكالمتين يا كابتن، الموضوع كذا 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 كذا. قلت له والله لو المشروع كويس نتوكل على الله، مفيش مشكله خالص ومفيش مشكله والكلام ده كله. وحد يعني مش هقول تمام. تاني تالت مكالمه، هشام اخبارك ايه، من غير حتى كابتن شاور عارف يعني. بص وما بزعلش خلاك يعني عادي مفيش مشكله، بس انا عايز اقول لك الدنيا ايه تمشي ازاي، اللي هو ايه يعني بعد كده ايه ابدا بقى تنازل وابدا تقبل اي حاجه، وبقول لك ايه هتشتغل ولا مش هشتغل. وخلي بالك برضو بعض، ربنا سامحني الا من رحم رب، بعض المدربين مقلله قوي من شاننا اكيد اكيد في التعامل أكيد. في المعادلات اللي بيستخدمها، في البالانس اللي بيخليه متوازن عشان خاطر الامور تمشي. في امور ما ينفعش فيها ميد التوازن خالص. انت كمان كمدرب اتنازل مره في حاجه، ان انا ماشي ان انا مثلا ايه نستحمل، ولكن عارف ان الصح هو اللي هيمشي، لكن ان انا افضل مستحمل بعد كده تبدا بقى ايه اتنازل 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 لحد ما تلاقي نفسك في حته تانية خالص والمشروع بتاعك صفر. صح، المشروع بتاعك صفر. صح، دي حقيقه. بس فاتمنى يا رب توفيق الناس كلها ان شاء الله باذن الله باذن الله. تعالى نروح للحدث النهارده. الحدث كان الاعلان عن مدير فني المنتخب مصر الكابتن حسام بدري. شفت الموضوع ازاي؟ شفته طول؟ شفته هنتكلم قبل ما يعلن الاسم، وكان انت تتوقع مين او كنت نفسك تشوف مين؟ طيب انا متهيألي كنت هنا عندكم واتعرض على الاسامي، قلت لا احنا الوقت ده محتاجين مدير فني اجنبي. تمام. قلت لهم في اشد الحاجه مدير فني من الصف الاول التصنيف الاول. دلوقتي احنا في دروب كبير جدا بعد كاس عالم بعد كاس ام، ده الكلام كان متطابق، فمحتاجين حد ينتشلنا او ياخد لنا بقى ايه قاعده عريضه ما فيهاش توازن تماما، يجي يقولوا له حاضر ونعم حاضر ونعم حاضر ونعم، وياسس بقى من منتخباتنا الشقيق لمنتخب اولمبي يشتغل 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 وياسس لنا الموضوع من تحت. تمام. احنا دايما بنبني فوق وبننسى تحت. تمام. يعني بنيجي ندور بندور بننسى حاجه اسمها اساس، هو الاهم حاجه الاساس. تمام. خلاص احنا دلوقتي في امر واقع، ده كان رايي. استثنيت كابتن حسن، قلت لا كابتن حسن اللي عمله كفايه. انا لا مش كفايه، هو الراجل يعني متوج عليه اللي عمله كبير قوي، فانا مش عايز اي حد. واحنا دلوقتي بنتصيد اخطائنا، يعني انا في اتنين اللي عملوه لمصر كتير، كابتن جوهري كابتن حسن شحاته، فلا دول ما حدش يمسهم بحد. ما ينفعش نرجعهم تاني وممكن ما حاولش خالص. لا لا لا، عشان خاطر احنا دلوقتي كمان في مشكله عندنا كابتن ميدو، احنا بنتطاول على اي رمز. ما انا معاك جدا، اي رمز كبير صغير، لا 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 ما عندناش دلوقتي مشكله. حريه الراي. هو ليه يا كابتن كده؟ بقينا ليه كده؟ من ساعه اجيبها من الاخر، من الاول، من ساعه ثوره يناير بقى في حريه راي بتوصل لقله الادب، بتوصل لقله الادب من ساعه ثوره يناير، ده اللي حصل بالظبط. بقى اكون واضح، بقى في ما بقاش في حياء يا كابتن. ده ما فيش حاجه خالص. لا ما فيش حياء، الحياء اللي احنا كنا اللي هو من الصغير للكبير، ومن الصغير ومن الراجل للست الكبيره والراجل الكبير، الموضوع ده اتلغى. تحس ان خلاص الموضوع خلاص، احنا كلنا زي بعض ومحدش له عندي حاجه. وبص الجيل اللي طالع الوضع بالنسبه له عامل ازاي. من امن العقاب يا كابتن؟ ايه؟ من امن العقاب اساء الادب. وانا معاك مليون في الميه. وانا معاك، لازم يبقى في عقاب ورادع للاحترام. احنا بقى في عندنا، فعشان كده انا شلت الكابتن حسن شحاته من المستوى. خلاص قلت خلاص احنا في امر واقع. دوروا على كذا حاجه، وطبعا هم كانوا اتحاد الكره ظريف برضه، كان بيرمي بالونات، مره كابتن ايهاب جلال، مره كابتن حسام حسن، مره كابتن مين تاني؟ حسام حسن، حسام كابتن حسام حسن، في حد جلال، كابتن ايهاب. ونشوف الجو هيمشي ازاي والوضع الخارجي السوشيال ميديا هتقول ايه. وفي الاخر هو من الواضح ان هو كان في ترتيب لكابتن حسام. انا شايف كابتن حسام عنده مهمه صعبه جدا، وان كنت شايف ما كانش في ترتيب. خلي بالك هو والله. كان في ما احنا خلاص يعني انا حسيتها ميدو من ساعه ما قدم استقالته في البيراميدز. احنا اتكلمنا مع ايهاب جلال واتفقنا، خلي بالك. لا انا الكلام كنت ده الكلام ده اكيد. الكلام ده اكيد اكيد. انا عارف ان انت في الاعلام، فاكيد انا لا انا ماليش انا مصدري الشخص.
تمام على طول، ما بقولش كلمه غير لما اكون سامعها بوداني من مصدر موثوق منه. وحصل اختلاف، حصل اختلاف، حصل اختلاف بقى في السوشيال ميديا، في السوشيال ميديا. فده اللي انا زعلان منه جدا. ما هو يبقى انا اذا برضو كلام حضرتك صح وكلامي صح، ان انا بقول ان احنا كنا بنرمي دايما بالونه اختبار، ومن خلالها نقدر نقول ايه اللي حصل. المرشحين هوب عندنا فلان، ايه رايكم؟ خلاص مبروك فلان اللي مسك. تلاقي الدنيا ديب 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 ديب، مش عارف السوشيال ميديا ايه اللي حصل. يعني مش عارف احنا ايه الفيسبوك، الفيسبوك اللي دلوقتي بيسيطر. واحد بعيد تماما بيحصل، يعني مع احترامي لاي حد، يعني مش قصدي اي مهنه، وبيتدخل في الاعلام الرياضي، بيتدخل بيكلم في الكلام الرياضي ومؤثر، والدنيا تمشي وراه ومش عارف، ويكلم وهو اصلا ليه اجنده بيجري وراها لحد معين. بغض النظر اللي حصل حصل. دلوقتي كابتن حسام بدري مسك، كابتن حسام بدري لازم الناس كلها تبقى وراه. اصل خلي بالك احنا بنقول الكلام ده كلام في العموم، مش كلام يعني مش هنتكلم على اتجاه معين، بس احنا بنتكلم في العموم. كلامك اللي انت بتقول ده مهم جدا في العموم، مش في الرياضه بس. بس طبعا احنا مش هنخوض في الكلام قوي، أنا لكن كلامك صح جدا. انا كان رايي البسيط ان انا رايي كاتحاد بس، ميدو بأميدو بس، ميدو بأميدو انا، لان انا مقتنع بس زي ما انا مقتنع. كابتن هشام احنا برضو صدرنا حاجه وشكرا، بس احنا صدرنا حاجه ان محمد فضل ليه توجه، وان جمال محمد، دكتور محمد علي ليه توجه، وان الجنايني ليه توجه. صدرنا كده، او بلاش توجه، يعني ليه مدرب، عايز مدرب، ده عايز فلان وده عايز فلان. مفيش حاجه اسمها عايز فلان، الكلام ده كله في الغرف المغلقه، واحنا استقرينا عارفين خلاص، ولا السوشيال ميديا ولا الاعلام، ده قررنا احنا اللي بندير وشايفين الصالح العام وبندور على الصالح العام. دلوقتي انت خدت قرار بكابتن حسام البدري، ربنا يوفقه وربنا يكرمه، كلنا كل الدعم ليه طبعا، كل الدعم ده، كل الدعم والاعلام وكل طبعًا. الناس وراه، اللي هو ان انت دلوقتي مصر، زي ما كلمه مصر بنرغي كل اللي ورا بالظبط، اللي زعلان، اللي متضايق، اللي مش عارف ايه، ربنا يوفقه ويكرمه ان شاء الله هو وجهازه، ويعملوا حاجه. لان هو كمان بقول لك احنا خارجين من دروبين مش مستحمين، مش مستحمين. ربي يا رب يوفقه ان شاء الله، ونسمع عن منتخب مصر حاجه كويسه الفتره الجايه. نستحمل بس يبقى في بلان اكيد، بس هو اكيد هو مقدمه. هو انت النهارده متخيل ان الخمس مدربين ما قعدوا مع اتحاد الكوره؟ انا ما اعرفش، بس انا عقليتي البسيطه ان كل واحد مقدم المشروع بتاعه. ما تقليش، انت شفت هولندا ما تقليش، لما كان لان احنا ما يعني لا ازاي يعني مثلا هولندا، انا اخر مدرسه منتخب هولندا، خمس مدربين او ست مدربين او 10 مدربين، كل واحد داخل بالمشروع بتاعه. في الحته دي انا عامل كذا، في الحته دي انا عامل كذا، في الحته دي عامل كذا، وهطور من كذا، وهشتغل كذا، وهصعد كذا، وهنا وصولي لكاس امم هوصل لكذا، وكاس عالم هوصل لكذا. في انا اسف يعني، في ناس متعوده على كده، لكن احنا مش متعودين على كده خالص. احنا متعودين نجيب حد لا اصل ده مش تعود يا ميدو، انا بتكلم على الف ب. لا ما هو الف ب، انا بتكلم على الف ب. الف ب النهارده انا بناقشك في المشروع بتاعك كاتحاد كوره. مفيش، اذا كنا احنا كنا نختار مدير فني وبعد كده لقينا الدنيا متلخبطه شويه، لأ قلنا لا مصطفى كمال لا، وحمد ابراهيم لا، فطبعا الكابتن ايهاب جلال، انت عارف الكابتن ايهاب شخصيه محترمه جدا، قال يا جماعه انا ده جهازي اللي بنجح بيه، اسباب نجاحي. فخلاص شكرا، ثاني يوم خلاص الكابتن حسام بدري. فمين محضر بقى؟ يعني كابتن حسام اصلا ما كانش اختيار اول، طب مين محضر بقى؟ الكابتن حسام اختيار اول، خلاص ادي له وقت بقى يشتغل ويفكر ويعمل. والله انا 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 بتكلم في الف ب، وانا بعمل مشروعي مثلا لفرقه عايزه تصعد، لفرقه في الدوري الممتاز، فبالك انت في منتخب، فانا متهيألي ده الطبيعي اللي حصل مع الخمس مدربين. ده الطبيعي. وبعدين قصه بقى الجهاز، انا عايز افهم الناس حاجه، هو مين في الاخر اللي هيشيل الطين وهيشيل قراراته؟ ما هو المدرب. فالنهارده لما تيجي النهارده تقول لي ايه؟ لا لازم خد ميدو وخد هشام وخد ابراهيم. هو ما كانش كده يا كابتن، هو ما كانش كده، هو لما لقى الدنيا صعبه جدا في السوشيال ميديا فبدا لا انا مش عايز ده ومش عايز ده. بس من حق برضو ايهاب ان هو ياخد الجهاز بتاعه، من حقه، ده جهازي انا اللي هتحاسب، فمن حقي ان اخد الجهاز، مش شرط النهارده. قلت لك يمكن انتوا بتتقبلوني بصدر رحب في القصه دي، ان انتوا قناه حياديه. مشكله في توازن، لازم في التوازن حتى في المنتخب يا كابتن ميدو، للاهلي والزمالك مش للكفاءه، وهنا مش تقليلا من شان حد، بس انا النهارده مش شرط هشام كان لعيب كويس يبقى مدرب كويس. طبعا النهارده انا بدور على كفاءه. طبعا. النهارده المستر مانويل راح او الناس اللي اكتشفت ميدو من نادي الكهرباء الاسماعيليه ملوش توجه، انا النهارده شايف في كفاءه هنا. طبعا فالكفاءه دي لازم تنتقل في حته ثانيه. بالظبط ايريك فان هاج اللي هو المدرب بتاع اياكس
مدرب درجه تانية وبعدين لعب في نادي دوره ممتاز سنه او اتنين خلي بالك في هولندا. اقول لك على حاجه يعني تصديقا لكلامك فضل. احنا كاهلي لما قالوا ايهاب جلال معظم الاهلي عارفين ان ايهاب جلال مدرب كويس ودي ما تقللش من شأنه حتى بالزبط. ان هو ان هو او مش هو اترفض ان هو ساب المنتخب مش ما تقللش ان هو عامل شغل كويس جدا ولكن ايه قصه ان انا النهارده بتكلم دلوقتي في قصص لا لازم يكون لاعب اهلي وزمالك لازم يكون من اهلي او الزمالك لازم في توازنات لازم النهارده مش منتخبات انا شايف القصه دي والله العظيم منتهيه والله العظيم يا كابتن هشام انا كواحد انتميت لنادي اهلي والله الاهلي عمره ما فكر في حاجه زي انا معاك بص انا ممكن يكون هو عايز يجامل الاهلي لكن الاهلي انا كنت قبل ما اروح للنادي الاهلي كنت فاهم الكلام ده خلي بالك أيوه. انا كنت رايح الاهلي بياخد كل حاجه والاهلي بيعمل كل انا رحت قلت ايه يا جماعه ده فين الكلام طب اللي بيتقال والله العظيم وبحلف لك بالله العظيم صادق وانا لكن ممكن بقى حد بيحبك قوي فعايز يكون مثلا حد متواجد النادي الاهلي لكن طبعا لازم تبص المصلحه العامه كابتن فين كابتن ميدو اتفضل النهارده اما كابتن ميدو ساب النادي الاهلي وراح للاعلام اكيد النهارده مشروع الاعلام اللي في النادي الاهلي شاف ان ميدو ده هو مواكب للمشروع بتاعنا اكيد فهيقدر ينفذ الشغل بتاعنا اكيد عشان كده ارجع تاني لايكس لما فكروا في الراجل ده ما فكروش النهارده من حد مبني اياكس انت عارف مستوى بالليفل 1 وهو رقم 1 في هولندا ما فكروش في مدرب ابن النادي ما فكروش في مدرب لعب في اياكس او لا راح جاب النهارده مدرب عنده مشروع وهو هيمشي هيواكب المشروع بتاعنا بالظبط التيكي تاكا اللي هو كان بيشتغل كرويف وهو من زمان عندناش مشروع. فجاب راجل يشتغل عشان ابدا احضر من تحت واشتغل بتحت اللي هو الشكل اللي بيشتغل بيه تكيس في وادي دجلة مع الفارق طبعا مع الامكانيات هناك كملاعب وكاشخاص وكا 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 حاجات كتير جدا جدا بس هو تنفيذ للمشروع فدجلة جاب الراجل ده عشان خاطر بيواكب المشروع بتاعه فلما فكروا ما قالوش الراجل إيريك فان هاج ده هل هو لعب في اياكس؟ هل هو من ناشئين اياكس؟ هو كان ولا له دعوه خالص بالظبط فهو ده لازم الفكر اللي احنا ده ده شكل اياكس ده لازم نفكر فيه بالزبط. وانا عشان كده انبسطت في يوم من الايام بغض النظر عن ان نادي الزمالك فكر في كابتن جوهري وجاب الكابتن جوهري ونادي الزمالك فكر في كابتن حسام البدري قصه النهارده هي قصه النهارده مدرب اللي نجحني عنده مشروع بالظبط الله ينور عليك بالظبط فهو ده لازم يشتغل فكر بالزبط. الراجل ده ماشي مع فكر المشروع بتاعنا عشان بعد كده ما اقعدش اشتري لعيبه من بره واقعد افكر لعيبه من بره يبقى عندي برضو الهيكل الاساسي من ولاد النادي اللي اقدر استثمر فيهم بعد كده اياكس النهارده بقى اتنين لعيبه بمبالغ طائله واحد برشلونه وواحد يوفنتوس دي ليخت ودي يونج بالظبط حاجه محترمه بمبالغ طائله يقدر يشتغل يستثمر فيها وهيطلع 20 واحد زي ده وهيطلع مش هامم ومش فاكر وصعد لمجموعات الشامبيونز ليج وبينافس على الدوري ما تاثرش لانه عنده الشكل واحد التكتيك واحد ماشي على الناشئين كلهم انزل ابدع لي بس انت حافظ على شكلي بالظبط ابدع رأي. يعني طور لي شكلي كمان هقول لك اهلا وسهلا بس ما تبعدنيش عن الشكل العام لما يكون عندنا شكل اساسا عموما احنا كنا مبسوطين فعلا ان ايهاب جلال كان هيكون مدير منتخب مصر ودلوقتي كل الدعم مبسوطين لكابتن حسام بدري كواحد من ابناء النادي الاهلي ان هو دلوقتي بيقود المنتخب المصري وكل الدعم والتوفيق لكابتن حسام وجهازه الفني ايه المعوقات اللي ممكن تقابل الكابتن حسام بدري يا كابتن هشام انا متهيألي لا هو هيحط شروطه او حط شروطه اللي هيشتغل بيها وقدم لهم الهيكل او المشروع بتاعه اللي هيقدر يشتغل بيه الفترات اللي جايه انا مبسوط كمان لحاجه ومتهيألي هيتنفذ له ليه؟ لان انت عندك النهارده اتحاد كوره جديد عايز ينجح بالظبط عايز يعمل حاجه تفرق عن اللي فات دايما انت عارف اللجنه الخماسيه لا الغربال الجديد كمان ليه شده عايز يعمل حاجه ما اتعملتش اللي فات طبعا احنا بنشكر اتحاد الكوره القديم عمل اللي يقدروا يعملوه في حدود الامكانيات في حدود الوضع ايه ما نعرفش قصه ايه ولكن هيجتهدوا كتير جدا ومتهيألي هيقدم له كابتن حسام الدعم اللي يقدر من خلاله يعمل تصفيات كاس امم كويسه تصفيات كاس عالم كويسه كمان عندنا لازم اهني اتحاد الكوره في قرار خده حسام الزناتي اكيد مش عايز اقول لك انا اتعاملت معاه حسام كان من ضمن الاسره بتاعت نادي الجونه كان مدير التعاقدات حاجه احترافيه ما شاء عايز الله. اقول لك مش موجوده هنا ما شاء الله ده المطلوب ده اللي احنا عايزينه حاجه مش موجوده هنا وده اللي احنا عايزينه حاجه مدرسه نظيفه قوي فير قوي جميل قوي والله جميل جدا كمان تنظيم التنظيم بتاعه هتشوف السنه دي التنظيم ده يا رب بس يا رب يوفروا له
التصريحات الامن والاستادات والكلام ده كله هيعمل لك دوري نظيف قوي، وهو ده من خلاله هيقدر يعمل توقفات كويسه للكابتن حسام، من خلالها هيقدر يشتغل بالناس. جميل قوي. وهو مطلوب منه شفافيه بس يا كابتن، يعني مطلوب منه ان هو ما يتنازلش، وشفافيه يا جماعه والله انا المفروض اعمل كذا وكذا وكذا، وكان عندي حاجه منعتني كذا وكذا. عادي جدا، عادي جدا يطلع يكلم الناس. انا متقلي عنده احلى حاجه. وعايز اقول لك على حاجه، انا دايما اقول حاجه، لو اتضغط عليك وتنزلت مره خلاص شكرا، دي البدايه بس، احتراما مع السلامه. السلام عليكم بس. جميل قوي. احتراما السلام عليكم. في ناس ظلمت كابتن عامر حسين كتير جدا السنه اللي فاتت. انا عايز اقول لك مفاجاه، كل الناس كانت موافقه على كل التوافق، ان في بطوله عربيه وبطوله افريقيه، وكان كل وان الدوري هيبقى دوري طويل الامد وافق بس العب الدوري. انا عارف الحاج عامر حسين شخصيا، ما انا بقول انا عارفه شخصيا، وكل الناس وافقت. ايوه هو الكلام ده طلع قاله. طب انتوا بعد ما وافقتوا ايه الهوجه اللي انت عملتها دي كلها، وايه القلق، وايه 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 بس خلاص انت عارف، واخد بالك في وقت كده الهوجه بتيجي تاخد الاخضر واليابس. لازم الاخضر واليابس. لازم. يا رب التوفيق، وان شاء الله باذن الله هتبقى، اتمنى تبقى الخير اللي احنا بنتمناه كلنا. يا رب يا رب. الجهاز الفني المعاون للكابتن حسام البدري محمد بركات مدير منتخب، معاه طارق مصطفى مدرب عام، احمد ايوب مدرب عام، معاهم سيد معوض وايمن طاهر، كابتن ايمن طاهر مدرب حراس مرمى. طيب اقول حاجه هنا برضه، قول لي كابتن احمد ايوب، لان انت انا ما كنتش عارف موضوع قصه كابتن ايهاب، يعني عارف يعني قصه كان في شرط جزائي، كانوا صدروا مشهد ان في شرط جزائي انا بقول لك الحاجات الحقيقيه. فانا لو المبدا ده كابتن حسام هو جاب جهازه اللي هو كابتن احمد ايوب اللي بيشتغل معاه بيرتاح معاه وحقه، جاب كابتن سيد معوض، جاب كابتن بركات، كل طارق مصطفى، كابتن ايمن طاهر، جاب اللي هو عايزه. يبقى هو قال تصريح واضح جدا، قال مفيش حد اتدخل في اختياراتي خالص. تمام. طب ليه من اللجنه الخماسيه تحديدا؟ طب ليه عملنا كده مع ايهاب جلال؟ ما خلاص، ما انا قفلنا الصفحه، ما انا عشان مش عايز اتكلم في القصه. ما انا لا انا بسال والله، كان ردود الفعل مش هم اللي مستنيين من اختيار الكابتن. انت فاجئتني، فانا عشان كده انا كنت فاكر حاجه ثانيه. فانا قلت له طب ما هو معلش يعني كابتن حمد ده حاجه محترمه، ولعب في نادي الاسماعيلي وكان ناشئين منتخب مصطفى كمال ابن من ابناء النادي وكان منتخبات. سيبك من ابن من ابناء النادي، انا بتكلم لا في انا قصدي شخص كبير. وكان منتخبات يعني بالزبط. يعني انا بقول الموضوع هنا لان انا برضو انا بقول لك كان في تصدير، انا او يمكن انا ما كنتش متابع، كان التصدير كله ان في شرط جزائي كبير. لا انا الكلام، بص يا كابتن ايوه يا كابتن هشام، ايه اللي حصل معاك؟ 1 2 3 4 ممكن اتكلم؟ اتفضل اتكلم، مفيش مشكله خالص، احنا بنوضح الراي العام، والراجل طلع قال بيان ومفيش اي مشكله خالص. رب خلاص وخلاص احنا قفلنا. اتمنى له يا رب التوفيق في النادي المصري. هاب يستاهل كل خير، شخص ومدرب حاجه كبيره جدا. كابتن حسام يستاهل كل خير، شخص ومدرب كبير جدا. كلنا واقفين ورا كابتن حسام، ربنا يوفقه ووفقه في جهازه، وما نقولش غير نتمنى له التوفيق. بركات النهارده كان بيصرح تصريحات عارف ناريه، انا مش هسمح باي حد يتسلل تاني لمعسكرات المنتخب والكلام ده كله خلاص ونسوه. انا عجبني وش بركات اللي كان لابسه النهارده، وش الشغل والله. اصل احنا مش متعودين على بركات حلقة. لا ما عشان كده يعني هو بركات، بركات معروف ان هو وشه دايما مبتسم. بركات جوه الملعب يا كابتن تحس يعني واحد تاني خالص، زي ابو تريكه كده كان جوه الملعب. بص هي جديد يعني تمين بره الملعب تحس واحد تاني خالص، حاجه جديده. احنا كلنا كنا بنقول عماد متعب، فجاه بقى بركات. الموضوع جديد ان بركات برده ما خدش الدور ده قبل كده، اول مره، فمتهيألي هو نفسه اكيد عايز ينجح طبعا، فاكيد هيدور على نجاحه، فاكيد هيدور على كل ديفو حصل قبل كده ويحاول ما يكونش موجود. الشخصيه ثانيا انا اسف مش هقطعك، اتفضل. كابتن حسام صارم جدا، فاكيد هم عارفين برضو ان كابتن حسام الجهاز بتاعه ايه اللي بيضايقه وايه اللي بيفرحه وايه، فاكيد برضو هتبقى الشارع واحد، المشوار واحد، فبالتالي الالتزام هيبقى على الناس كلها. تمام تمام. الشخصية بتزود من النجاح أو تبقى سبب من أسباب النجاح أو عنصر أساسي من عناصر النجاح، الشخصية، كاريزما. حسام غالي مثلا، حسام غالي كاريزما، شخصية، هينجح في مجاله. كنت متوقع إن هو اللي هيجي. هو أعتقد ماشي، أنا مش عايز أقول يعني أنا كنت متوقع إن هو برضه في حاجة من دي، لو عماد ما جاش هو اللي هيجي، يعني أنا كانت مفاجأتي بركات، كنت متوقع إن هو اللي جاي. يعني كمان
خرج من النادي الاهلي راح على نادي الجونه، ظبط سيستم، ظبط مشروع، شوف شغال، مش عنده خبرات. لا ما ازاي، لا 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 لا، ما هنا هنا مش خبرات برضو على أيوة. قد ما هي ايوه انا شفت كتير النهارده. انا عديت على الله يرحمه كابتن سيد بطل، يعني انا عديت على احسن مدير كوره شفته. يعني انا خلي بالك برضو البوزيشن ده انا ما بحبوش في المناسبه، بحس ان مدير الكوره ده اما يكون عارف واجباته ايه بيخلي المدرب طاير. تمام. لما يختل، شوف بقول لك، لما يختل ويبدا بقى فاكر نفسه ان انا بتدخل يعني مثلا مين يلعب مين ما يلعبش، لا ده مين يخرج. المدير الكوره هو عنده حاجه واحده بس، ان هو ازاي يخلي المدير الفني مبسوط واللعيبه مبسوطه. في واحد تاني بيفكر في حاجه تانية. ايه هي؟ مش عايزين نتكلم عن الناس لكن اساسا، لا ما انا برضه اقول لك، يعني مثلا ان هم يحبوني، طز في النادي، عندنا ماتش، عندنا معسكر، عندك الاهم حاجه. فيبدا من ورا انا بسمع الكلام ده وشفته بعيني في لعيبه عندها ماتشات، خرجت معسكرات ماتشات مهمه، مستأذنين من مدير الكوره. ليه؟ عشان خاطر يحبوه، عشان خاطر لما يجيبوا جون، لما يجيب جون يروح يحضنه. بجد؟ مش بهزر، تهريج. يعني انا هقول لك على حاجه، قصه مدير الكوره دي انا مسكت سنه في اسماعيليه نادي قناه، ده من المنظومات المحترمه قوي الجميله قوي. عدى عليا مدير كوره حببني في الكابتن جميل فتحي. الله، بص بقى، بص السيره. لا ده جميل، خلي بالك، هو ده جميل صاحب اصله والله. اهو انا جميل ده حد، بص تحس ان هو قلبه حته بتاع بيضه فيه كده، وبيحب حاجه اسمها نادي القناه، عارف انتماء وشعبيته، هو مخلص لاي حاجه. هو الناس ما تعرفش جميل فتحي هو كمان من كبير من الجيل الذهبي لنادي القناه. بالظبط، في نادي فمدير كوره خلاني عايش في النادي، عارف، مش محتاج حاجه. لا شخصيه اللي انا افكر نقوي. فيه شخصيه نقيه جدا. اللي انا افكر فيه من قبله، والمشكله بتتحل في ثانيه. الالتزام، التزام، اللبس، لبس، الوضع، وضع، والدنيا كلها مبسوطه. بالزبط. والدنيا كلها محبوبه. الله طبعا يكرمه. يعني من المديرين الكره اللي انا استمتعت وانا شغال معاهم. فبص، ممكن واحد تاني يكرهك، لا انا عايز لازم نشتري ميدو، يعني مش عارف يا عم ما يمشيش مع الطريقه بتاعتنا، لا نجيب فلان، لازم ده فلان، عارف، لحد ما تيجي تصطدم. بيحصل بقى تصادم مع اللي هو مش عارف حدوده فين، لحد ما تقف عند حده. في ناس بتفهم غلط يا كابتن ميدو. طبعا اول مثلا ما الموضوع يبقى فيه ود، الاقي نفسي ناطط على سلمه مش سلمتي، ودي مشكله. نتمنى يا رب التوفيق للناس كلها. طبعا طالما ذكرت عماد متعب، ان هو كان عماد متعب، طالما يعني اسمه جه، لازم اقول ان عماد متعب ده من انظف الشخصيات اللي ممكن تقابلها في حياتك. وحد شفت انت بتتكلم على جميل فتحي ازاي؟ كابتن جميل، عماد متعب كده حاجه كده. بص، راجل بمعنى الكلمه، شخصيه نظيفه جدا، برضو نقي جدا لابعد ما تتخيل. اكيد انت كنت عارف ان السنه اللي فاتت ان احنا كنا بندور ان هو ينضم لنا. لا انا ما اعرفش. لا طبعا، ازاي، احنا حاولنا معاه كذا مره. بس هو طبعا رسم، قال لك ان دي تبقى النهايه النادي الاهلي، وبعد كده مشروع ان هو يبقى محلل في قنوات. لا جميله، واضح وصريح وما بيشيلش حاجه جواه. كان نفسي يبقى يكمل معانا السيزون، لان انا كمان في الوقت ده كنت محتاج رقم 9 جدا. لا بصراحه، لا هو يبطل في الاهلي. طبعا ده قراره، بس انا بقول لك كامنيات ان فيرود رقم 1 في مصر ان يجي يشتغل معاك في الجونه، حاجه عظيمه يعني. ولكن التوفيق. عماد متعب مشكلته ان مستر مانويل جوزيه كان عماد متعب نايم صاحي تعبان، هيلعب وهيجيب جون. وعماد كان واخد الثقه بتاعته دي اللي هو فيها دي من مستر مانو، اللي هو انا هنزل اجيب جون، وكان بيعمل كده. وكان بيقعدوش يلعب دقيقه. ينزل يجيب جون. عماد هينزل يجيب جون. ايوه، واخد بالك. فعماد لما بعد كده بقى كابتن هشام مطلوب منه ان انت توريني انت عماد متعب، فطبعا انا عارف مش محتاج خالص. لا مش محتاج خالص. انا هفنش لك الماتش. لا مش محتاج، بس اديني، لكن انت تخليني بقى ان انا تختبرني عشان اقول لك انا. لا دي مشكله. دي مشكله، وبتحط كمان ضغوط على لعيب صعبه. انا مش محتاج اقول انا فين المفروض ان انا قدمت. انا منتظر دلوقتي التفنيشه الكويسه، الوضع المحترم كلعيب. مش عايزين نتكلم ان هو كلامنا طبعا مش هو حاجه كبيره جدا. نتمنى له يا رب التوفيق في المجال اللي هو فيه. يا رب يا رب. قبل ما نطلع فاصل برجاوي، يعني عايز اسال الكابتن هشام عن استبعاد الكابتن حسام بدري لعمرو ورده واحمد المحمدي وعلي غزال من منتخب مصر، ده منطقي ولا شايف ان كان في حد ممكن يستنى؟ لا، هو انا شايف ان وضعه كويس جدا. ورده طبعا انا شايف ان استبعاده كان من البطوله اللي فاتت وهي شغاله كان لازم يستبعد.
يمكن انا طبيعه ما بحبش اللاعب المستهتر، ما بحبش اللاعب اللي هو مش مقدر الوضعيه اللي فيها عندنا كاس امم وبتلاقيها في مصر ومحتاجين ناخد البطوله ويكون استهتار بالشكل ده. لا، كان لازم البطوله دي يستبعد ما يرجعش تاني. احمد الحمادي ممكن يكون، انا بدور على جيل تاني في المكان، انا شايف محمد هاني طالع، شايف بكار بتاع بيراميدز، فشايف لا دي ما تقدم فرصه تانيه. علي غزال لا، شايف في مكانه ناس كتير احسن. تمام، انا واضح يعني مش هجامل. تمام، هنطلع فاصل ونرجع نستكمل حوارنا مع النجم المميز جدا الكابتن هشام زكريا. حضراتكم من جديد، لسه معاكم في الاهلي الليله، ومعايا ومنورني ومشرفني الكابتن الكبير الكابتن هشام زكريا. عايز تكلم عن حاجه في المنتخب قبل ما نروح للاهلي؟ عايز تقول حاجه؟ عايز لا عندك لعيبه ممكن ترشحها لضم المنتخب؟ لا، هو بس اقول حاجه، اقول كابتن حسام دور على اللي هينفذ شغلك، اللي هينفذ التكتيك بتاعك. ابعد تماما عن ضغوط خد فلان وخد فلان، لان دي ودت ناس كتير قوي في ده. اللي هينفذ لك شغلك هو اللي تدور عليه. هو ما انا اسف، يعني انا اسف من الغباء لاي مسؤول ان هو يسمع لاي حد، يشوف اسباب نجاحه فين ويعملها هو، لان هو في الاخر لا يمشي او هو اللي هيقعد. هو انا اسمع استفاد، مفيش مشكله، لا ما حدش اثر على الرد، لحد ما هموت انا هدور واعلم واشوف اي معلومه. يعني كنت لسه بكلم في يورجن كلوب، بيعمل حاجه كابتن ميدو وابونا اتعلمت منها، ولسه انا بتكلم فيها، ان مفيش حاجه في الكوره صح وغلط، في وقت هتحتاج المعلومه دي فما تنساهاش. كان بيتكلم ان هو ده كان دايما يروح يا كابتن ميدو، انا دايما اقول مفيش ثوابت في الكوره. لا مفيش ثوابت تماما خالص. اوعى تقول بعدين، اوعى تدور لا تغلط فلان او تقول في، لا دور ان المعلومه دي شيلها في يوم من الايام تستفاد منها. كان بيروح يقول للفرقه الاساسيه ميدو هشام فلان 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 فلان، فانا دايما كنت بصطدم ان 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 اللعيب التاني اللي معاه في الاوضه بيزعل، وهم اصحابي جدا وحبايب جدا، فكنت بتاثر بالقصه دي، بس لازم اعرف الفرقه. فكان بقول 9 هيلعبوا او 10 هيلعبوا، وال10 التانيين زعلانين، فعشان اخرج من القصه دي بقيت خلاص الفرقه كلها بقول التشكيل في نفس اليوم. طيب وهو ناجح بيها. في واحد تاني من بدري جدا، جوزيه مورينهو، جوارديولا، لا بيبقى عارف لازم ده شكله تعرفها في التمرين. ليه؟ انا لما سالت في القصه دي زمان قال لك في لعيب بيبقى متوتر محتاج يهدى، مش هيفضل كمان يفكر. لازم قصه المتوتر دي قصه كبيره جدا، قصه غذائيه ونفسيه وشغل تاني خالص عشان تتعامل مع اللعيب ده. قال لك لازم يبقى عارف ونايم وعارف ان هو هيلعب او بره، عشان خاطر التوتر ده بيزيل من قوته مش اقل من 60-70%. صح، تخيل. صح، تيجي في اجهاد ذهني رهيب، تيجي في الملعب ولا عارف يستلم ولا عارف يباصي ولا عارف يشتغل ولا عارف تحركاته ايه، هو تايه. فلازم تهيئه بقى، ده ليه اكل معين، ليه طريقه كلام معينه، ليه انك تقعد معاه وتنفذ له قصته والتكتيك بتاعه بوضعيه معينه، وبعد كده تفهمه انت بره ولا جوه. دي مدرسه. طيب هنا يورجن كلوب ناجح بالقصه دي، هل اخدها انفذها في قصه ثانيه؟ بس هو ناجح بيها. هل اذا دي غلط؟ لا طبعا مش غلط. هو هل الناحيه الثانيه دي اسباب نجاح؟ هل الناحيه الثانيه غلط؟ لا، فهي قصه النهارده. بس انت النهارده شوف اللي انت تنجح فيه مع المجموعه بتاعتك، اشتغل بيه، وسيب المعلومات دي خليها عندك خزين، خدها حطها لحد ما يجي الوقت اللي تطلعها كابتن ميدو وتشتغل بيها. اصل دلوقتي يا كابتن هشام حته ان انا اعلن عن التشكيله الاساسيه بالنسبه كمان للانديه الكبيره زي مثلا مانشستر سيتي وزي ليفربول، بيبان من شكل التمرين، يعني التكتيك بتاعي وشكل التمرين بتاعي العناصر الاساسيه انا يعني هعمل عليها التمرين. في شكل تاني يا كابتن بينفذ على مشاريع الشغل الشفوي، وبينفذ كل التكتيك بتاعه او الشغل بتاعه خلال على السمول جيم. تمام،
دبل 16 دبل 16 بالظبط 18 واشتغل بقى كله تمام. من اختراقات من شوتينج من كروس بالزبط. من وان تو هات من 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 دبل باس مع التحرك بتاعك وهنبدا الكلام ده كله وشغل شافه كتير عشان كله عارف صح مركز 9 هيعمل كذا مركز 2 هيعمل كذا لازم احفظ وبعد كده اروح احفظ باللعيبه اللي انا بالظبط وبعد كده بروح قايل هو ده يورجن كلوب بيحاول الناس الثانيه لا انا هاخد ال11 عشان خاطر اقدر اشتغل بيهم وبعد كده اخد تغييراتي اريح بقى انت تقصد ان كل واحد شايف اسباب نجاحه بيعملها ودي حاجه تحترم مش اي ما حدش غلط لان انا دايما او شايف الفتره الاخيره لغه التقطيع بقت ظريفه وانا بقول تقطيع هنا اسف في اللفظ ان انا يعني اتكلم على مدرب بشكل وانا مش عارف الراجل ده مين مصاب عنده مين وقف عنده مش عايش معاه شغاله اسبوع ازاي وضعه ايه شكله معاي. ايه مش متع وبرده طالع افرم وبرده الاجنده في دماغي انا بلاقي ناس بتتكلم في التحليل والله العظيم ثلاثه لو عملت لك هو ده بقى مشكله اللي يسمع مدرب عمل كذا يقول لك بص الشوط الثاني شد الفرقه لتحت فبالتالي الضغط فبالتالي حصل التعادل يوم الماتش المدرب بقى يسمع التحليل الشوط الثاني يروح ضغط برضه يروح مرقوع اتنين لا نفس المحلل قال لك فتح خطوطه لا لا ما هو فتح خطوط طب اقول لك على حاجه انا بتفرج النهارده على وادي دجله والحدود مدارس مدارس الاستحواذ ومدارس كابتن طارق العشري الاوصل للجون السكن بول لا ومدارس كابتن طارق العشري الطويل ويلعب على السكن بول بالظبط كابتن طارق العشري التكتيك بتاعه معروف والطويل السكن بول ناس بتستفاد وناس بتشتغل على الاستحواذ كابتن طارق بدأ مضايق المساحات بيلعب في 40 متر يعتبر زون فوجئت المحلل بيقول لك اصل فدجله كان استحوذ والماتش كان ميسي جاي لحد بعد ربع ساعه دجله بدأ يستحوذ بشكل كبير جدا وصل تك 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 جاب جونين وكان ممكن يجيب الثالث والرابع الخامس فوجئت الراجل اللي بيحلل والله العظيم كابتن بيقول قال لك اصل كان فتح خطوطه وبيضغط وكان بيضغط فاتح الخطوط وده ما حصلش مع ان الشوط الثاني كابتن طارق ضغط ومغلوب 2-0 تمام ما خلاص والغلطه بتاعت وادي دجله راح مضيع الثالث انفراد ترداد البلين الماتش اتقلب ودي بقى مش شغل المدرب ده توفيق ده معنويات خلاص اترفعت المعنويات الحدود بدا يضغط بدا يروح جاب اتعادل الكلام ده كله قصه هنا المدرسه ايه النهارده اللي فرق مع وادي دجله ايه اللي فرق بعكس الماتش الاولاني مع طنطا ملعب الماكس ملعب كوره رهيب ملعب كوره شفت فبالتالي النهارده عبد العاطي النهارده مركز 6 بيشتغل باريحيه كبيره جدا بيستلم في وسط السردباكين وبيطلع اللي هو عايزه بيعمل الباص صح الباص بيروح صح مفيش مشكله في الباص بعكس بوتر سبورت من كتر الضغط عليه زي استاد برج العرب بالظبط اتهرى باص تقل بقى فيه مشاكل كتير النهارده الاستاد ساعد وادي دجله ان هو يعمل الكره بتاعته مع ان النهارده ما تيجي النهارده تفكر طب ليه كابتن طارق من البدايه ما بداش ان هو يضغط لان انا عندي برضو مفهوم طيب احسن حاجه استنى رد الفعل ولا اكون انا الفعل احسن حاجه الفعل اكون انا الفعل لازم طيب انا النهارده ميزه وادي دجله التحضير الكره السهله طب ما انا النهارده عشان ودي اصعب حاجه في الكوره خلي بالك طبعا انت عارف انت انت اللي بتمتعني بجد لا انت بتمتعني حبيبي يا كابتن ربنا يخليك اصعب حاجه في الكوره الكوره السهله لا الاستلام والباص بالظبط هي دي اسهل حاجه في الكوره اصعب حاجه عشان كده شغل الاستحواذ في ناس بتتخيل تقول لك ايه شغل الاستحواذ ده ايه ده شكله لا مش صعب هي القصه كلها نتكلم فيها سهل لكن هي اصعب حاجه على لعيب بالذات المصري لان ذهنه على طول تمام بيروح منك على طول بيفكر ازاي ارقص ازاي مش عارف اعمل ايه حاجات مشغول. لكن اصعب حاجه في الكوره حاجتين هو ده 90% من الاستحواذ الباص السليم الاستلام السليم تغيير اتجاهات اللعب بس بالزبط. تخيل هو ده التكتيك اللي بيعتمد على كل الهاله دي بتشوف الكوره الهاله دي الكوره سهله جدا بس طب خلي اللعيبه تعمل كده استلم باص سليم وتغيير اتجاهات اللعب قفل الاحتمال تروح ناحيه الشمال قفل الشمال تروح ناحيه اليمين طيب انا عشان امنع القصه دي ايه الاساس فيها البدايات ان انا احضر صح طب ما انا امنع بقى يبقى اجي من المشكله من اولها امنحها ان انا ما احضرش يبقى انا هضطر النهارده عبد المنصف يعمل ايه؟ الطويله الطويله وده اللي انا مش عايزه كمدرب دجله وابدا اشتغل تمام وابدا اشتغل تمام
النهارده طارق العاشر عمل الكلام ده الشوط الثاني، بدا يشتغل كويس، ضغط خلاص الموضوع بقى فيه استلام ضعيف. لكن انا النهارده سبته استلم واشتغل. في ناس تقول لك اصل طنطا اشتغل، لا طنطا مع وادي دجله كان ممكن دجله اولا ارضيه الملعب ما ساعدتش كتير، ثانيا التحرك كان بطيء قوي يا كابتن ميدو من دجله، التحرك كان بطيء قوي من دجله والتحضير كان بطيء قوي قوي. لكن هم صح لو النهارده عملوا نفس الكلام النهارده كان الماتش خلص. وممكن عناصر طنطا يا كابتن كمان غير عناصر حرس خالص، فكر مدرب طنطا غير فكر الكابتن طارق خالص، ان انا ازاي اقفل وان انا ازاي العب على الـ على الـ على الكره السريعه بسرعه جدا زي ما كانوا بيعملوا، او ما عملوش طنطا بصراحه، بس هي جت لهم كره استغلوها. بص هو لعب على كره ثابته، اه يعني كابتن اللعيبه مختلف برده، انتظر والملعب زي ما حضرتك، لان هو برده انا مش فاكر ان حصل في كره او اتنين الكونتر اتاك اشتغل ب بشكل ممكن اوصله. يعني مثلا عشان النهارده اشتغل هجمه مرتده، ايه هجمه مرتده؟ هجمه مرتده ان اقل عدد من الباصات بالظبط اوصل لجون، لا باص اثنين اكون عند الجون، تمام. ولكن هو النهارده قال لك لا كره ثابته، ان انا اخد كورنر اخد فاول، وده حصل وده يحترم عليه. صح. ولكن هنا التاثير ان هو لا بطء تحضير، بطء قوي كانوا تحرك ببطء من الخط الامامي بشكل، بدليل ان النهارده الخط الامامي بيتغير باستثناء الراجل رقم 9 اسمه مروان متهيألي، واشتغل باثنين ولد من تونس وولد من المغرب. ولد من تونس ده حاجه محترمه، لعيب كويس، طرف رهيب، لعيب كويس رهيب، حاجه جميله جدا. والولد المغربي حاجه محترمه جدا، عملوا شغل كبير جدا. عبعاطي تحتهم كمان كان مساند بشكل غير عادي جدا، بصير رائع الاثنين. احمد زيادة جدا ماتش طنطا الباصه بتطلع ها والتحرك بيطلع بطيء، بعكس النهارده الكره كانت سهله جدا، التحرك كان كبير جدا. اتمنى يا رب الفرقه كلها التوفيق. وانا بقول لك في حاجه لفتت نظري في محلل، هو بيتكلم في ناس لازم بتسمعنا، فلازم بتسمعنا ده ما نغلطهمش، ما ندهمش النهارده كلام مش موجود، يعني كلام مش موجود في الملعب. فاتمنى الناس ترتقي ان في ناس بتسمعها. انا دايما بتكلم في النقطه دي، خلي بس بالك، بس اتمنى يعني دايما بتكلم ان انا كمحلل لازم اكون مختلف عن الشارع، عن جو الشارع. أيوة. لان انا لو جبت لقطه للشارع، انت عارف الشارع الرياضي ما شاء الله دلوقتي فكره اتغير وممكن يقعد يحلل الماتشات. اه طبعا المشكلة. طبعا المشكله طبعًا. لما انا اشوف لقطه او لقطه هدف واقول بص بص ازاي، ما انت شفت التحركات. أيوة. خلاص. أيوة. انت شفت التحركات، فانت أيوة. بتتكلم عليها خلاص بعد ما شفتها، لكن ايه اللي انا مش شايفه كمشاهد هو ده المفروض تقوله لي. دي حقيقه، دي حقيقه، دي حقيقه. يعني تبرر لي ليه زي ما حضرتك بتقول كده، تبرر لي ليه كابتن طارق العشري بدا الشوط الثاني كده، بدا الشوط الاول ليه كده، لكن انت بتقول لي بص اصل اتحرك ازاي، ما هو متحرك قدامك. اكلمك بصراحه، طب اتفضل، بس ارجو ما حد ما يفهمنيش غلط، يعني لان برضو احنا بنملى وخلاص. يعني بس الكوره كلامها كتير يا كابتن، كلامها بس انا عايز ما قل ودل. ايوه بس لا احنا ممكن نقعد طب النهارده مذيع، طب النهارده مذيع اتكلم على جاتوش. جاتوش النهارده كان ولد كان عندنا في الجونه، انا جايبه كان منتخب اثيوبيا، يعني كان من أسوأ ماتشات النهارده، كان سبب رئيسي في اللي كان فيه الشوط الاولاني. الحدود بيلعب ستة، باص مقطوع، مفيش ضغط، ما بيقطعش كوره، مفيش تحرك، سايب نص الملعب. يعني اول مره في حياتي اشوف جاتوش بالشكل ده. تمام. قال لك جاتوش ده اصل عايز يرد على وادي دجله، لان هو كان السنه اللي فاتت في وادي دجله، فعايز يرد الراجل. هو وحش، احنا ما بنتعبش، ما بنخشش ونشوف الراجل ده لعب مع المنتخب بتاعه كام ماتش، اخر نادي كان ليه ايه، لعب كام ماتش في الجونه، عمل ايه، عارف؟ لا ما بنتعبش. انا باجي زي ما عارف عايز املى، عايز اخش املى. يعني عارف حصه موجوده ارص فيها كلام، ارص فيها كلام، ارص فيها كلام من غير ما انا عارف النهارده التشكيل في مين، طب مين غايب، طب الولد ده ما يلعبش النهارده عشان خاطر ما ظلمش النهارده كابتن ميدو، ما النهارده ده ما لعبش وفي الاخر يطلع موقوف، طب ده ما لعبش، ده كان مصاب. صح، ما بنحاولش نتعب. انا طالع اطحن. وفي كمان اللي اصعب من ده، اللي طالع باجنده معينه عشان خاطر اضرب مدرب معين لحد صاحبي، كارثه. عشان سبحان الله، ودي انا قلتها صراحه، يا جماعه اتقوا الله في كلمه بتقولها، لان انت بتقفل بيت. صح، بتكون سبب في قفل بيت. الراجل ده ذاكر شويه بس هتعرف الناس دي ما لعبتش ليه، او الوضع بتاعه ايه، عشان خاطر ما تهدمش بيت عشان اجنده في دماغك، يا ريت عشان خاطر حاجه او عشان خاطر معلومه تديها للمشاهد.
اتمنى لهم التوفيق وربنا يهديهم يا رب يا رب يا رب. تعالى اسالك على شكل الاهلي، شايف شكل الاهلي متغير مع فايلر؟ شايف الدنيا يعني ثلاث ماتشات ممكن نشوفه فيها ثلاث ماتشات، شايف ايه اللي اختلف الاهلي عن قبل كده؟ سموحه هجيب من الاخر مش أوكي. من الاول اوكي. بطوله افريقيا ليها ظروفها، خد الماتش 10 10 مش مطالب باي حاجه في افريقيا، بالجو بالرطوبه ودي شفتها مع وادي دجله بالارضيات بالكلام ده كله بعظروف تماما، مفيش مقاييس. انت خدت الماتش ومشيت، احمد ربنا. جميل، احمد ربنا ان انت على يعني طالع بصحتك. احنا كنا بننزل الملعب بنقول يا رب الماتش يخلص بس لا اكثر ولا اقل. انا شو بص كانوا بيقولوا زمان فاكرين بقى ان افريقيا دي تروح تكسب 10 وتمشي، لا 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 مش الموضوع اختلف تماما. وانا شفت لما اتكلم الجماهير خلي بالك مش هيصدقوا غير لما يروح بالظبط. لا 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 عيشه تاني. انا هناك رحت بلدين، توجو ورحت مالي، لا يعني الموضوع مختلف. فهو خد 10 10 مره. ورحت اثيوبيا يا كابتن، ده بيقول بالعكس اثيوبيا كويسه جدا. لا ما بتعرفش تنفس كويسه جدا دلوقتي كبلد. الرطوبه الاكسجين طبعا الرطوبه فوق سطح البحر بكام بالظبط؟ كتير كتير. لا هم بنروح مش عارفين كلهم شكل بعض. لا ده انا حكيت لك على ماتش مالي ده، كنا كاسبين هنا 2-0، رحنا قبل الماتش فقلنا الحمد لله ما فيش جميل خالص. طلعتوا فرقه اسمها ايه؟ احنا لعبنا دجوليبه. دجوليبه احنا لعبنا دجوليبه دي في بتروجيت في دور ال 16، فكسبناها هنا 2-0 وكسرت الدنيا. الراجل قاعد المدرع عمال يضحك وهم عمال يضحكوا، مفيش مشكله خالص. تعالى دخلنا الاستاد مفيش جماهير، قلنا يا ما انت كريم يا رب. 50,000 متفرج. دخلنا غيرنا ومش عارف وسخنا مفيش حد جه، قلنا بس كده الدنيا حلوه كفايه علينا الرطوبه وكفايه. كانوا بيلعبونا الساعه 2 في عز الحر ولعبهم وراك بال كده هو ده. ايوه في ثانيه احنا بس ايه نزلنا مع الحكم الناس جت على طول. اقسم بالله العظيم كلنا اغمى علينا، كل واحد ماسك عضبطين تك تك تك. 50,000 متفرج بيعملوا كده، انا ولا سامع ولا شايف. انا كمدرب ايوه بعمل لك جو رهيب. خسرنا ساعتها، خسرنا بالانهيار 2-0 وبعد كده خسرنا بالانهيار. فهي لما بيجي في الجول كمان تحس ان الدنيا لا 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 هم كمان تشجيعهم العظم ده على بعضه انا جالي الاذن الوسطى من كتر عارف اغمى عليا هيغمى عليا. انا واقف عمال اتنفخ عمال اتنفخ عمال اتنفخ وانا فبالك بقى كمان في الملعب بالظبط. والله يعني كان وضع صعب جدا يعني. افريقيا جوها مختلف فعلا. فهو الراجل خد المناط بتاعته خلاص، وكان لسه قريب جينا ماتش الزمالك. ماتش الزمالك انا شفت حاجه غريبه كابتن ميدو قبل الماتش، الناس كلها بتتكلم على قصه اسلو عمل اسوا. الزمالك كان عنده ثقه غريبه قوي، ثقه قبل ماتش اهلي وزمالك فاهم، دي يعني ما بتحصلش كتير. لان انت عارف الماتش ده ليه سياسته وليه شغله وليه تكتيك وليه وضعيته وليه اليوم بتاعه. انت بتتكلم في ماتش سوبر، صح. هو خارج من ماتش بيراميدز كان عم بصراحه الزمالك عمل ماتش تقيل قوي، خلص طلع على افريقيا اتغلب 2-1، قال لك انا ريحت ناس كتير عشان خاطر ماتش. فكان في ثقه غريبه وانا استغربتها، وانا قلت لهم يوميها الزمالك خسر بالثقه اللي كان فيها، انا بلعب الاهلي. وده وصل للعيبه والاعلام كله، وصل ان الزمالك احسن. افتكر كويس، وصل في الفتره دي اسمها نتفكر وما فيش من قبل ما الكوره تجيلك انت مفكر باص 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 باص، ما حدش عمل باص. شفنا قد ايه وصلنا من ناحيه اليمين، وصل الاهلي من ناحيه الشمال، اخترقت من القلب بشكل عامل ازاي. فهو ده اللي حصل تمام. لقيت 11 اتفاجئت ب 11 شرس. انا النادي الاهلي، لكن انا متهيألي ممكن كنا نطلع بالماتش احسن من كده لو كان الزمالك عارف انه بيلعب النادي الاهلي، كان الماتش كمان هيبقى اعلى. طبعا الشوط الثاني طبيعي جدا، انا خدت الماتش، حصل ضرب جزاء وكان حصل ضرب جزاء ثانيه، طبيعي جدا ان انا النهارده اتنفس زي ما النهارده حسب الحدود. اول دقيقه جالي ضرب جزاء، طب بقى النتيجه بقت 2-1، الماتش قرب، في دوافع بتيجي بالزبط. بقى دوافع دي بقى مش دوافع بقى ايه ولا بدنيه ولا هي دوافع نفسيه بحته بالظبط. ان انا النهارده جالي الامل ثاني، جالي الامل ثاني واقدر اعيش، يبقى هموت عشان اقدر اعيش. وده اللي حصل. ولكن في الاخر انا شفت الماتش ده الراجل اتعامل معاه بشكل جيد جدا، وان كنت دايما بحب احكم بعد 10 15 ماتش. انا معاك بحب بس كده، بس في الهدوء حاجات كده يعني زي ما فاكر اجي انت حاسك ان هو الراجل ده عارف حاجات مش عارفينها بالظبط. في حاجه يعني، وانا كمان اكملي بحب اجي قوي يعني، بحبه قوي في طريقه لعبه. كنت مبسوط كمان في تعديل في قرارات رمضان، ما اتكلمت عليها في تعديل في قرارات رمضان. انا شايفه كان بيلعب كوره صعبه شويه بالظبط، ودي كانت ما تنفعش في انجلترا تماما. جميل، عنده قوه بدنيه،
عنده مهاره كويسه جدا، ولكن ازاي ان انا استخدمها في من خلال التكتيك. جميل. الراجل متهيألي عوده وفهمه ان احنا 1+1=2. احنا شفنا رمضان بيختار سموحه بجيب جون تشيب يعني، فالموضوع هيبقى مختلف. لا ولمسته بقت سهله بالظبط. حسين ما بقاش بس تحت الارض. في مشكله عند حسين هو بدا يتطورها دي عند تريزيجيه. تريزيجيه دايما باصص في الارض، شايف دلوقتي مع استون فيلا لا بدا يرفع دماغه. كانت مشكله تريزيجيه ان هو على طول بيخش جوه وبيقطم ويفضل داخل 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 لحد ما يخبط في واحد. دلوقتي لا، باص رافع دماغه ولا بيشتغل بالعرض لازم، لا بيعمل دبل باص لازم، لا بيوجه على الزاويه البعيده. حسين بدا يشتغل الشغل ده وبدا هو عنده، بس هو كان بدا من كتر الخضه والهاله اللي اتعملت على ما جايبه من نادي العين والسعر الدفع خض شويه، ولكن دلوقتي متحمله المسؤوليه. بدا حس ان هو اللي جاي شايل الاهلي، هو اللي يجيب كل بطولات الاهلي. ما ينفعش، حصل له تشوك. وبعدين هقول لك الحاجه، الانديه الكبيره كابتن ميدو مفيش حاجه اسمها اعتماد على العيب. جميل. هو طبعا الاعتماد على ربنا سبحانه وتعالى، ولكن الشكل الجماعي هو اللي دايما جميل. يبقى مؤثر، ولا تعرف من خلاله النادي ده مكمل وسياسته ايه وضعه ايه. لكن اختفاء نجم انا انت مش نادي كبير، انت مش نادي كبير. جميل صح. ولازم نقطع القصه نحطها في مجال، لان الكره الجماعيه ده خلاص الفرديات بدات تقل، خلاص ميسي بدا يقع. لا انا عندي كريستيانو بدا يقع معايا يا كابتن، بس لما يكون يا سلام لما يكون كمان عندي لاعب فردي بقى طبعا يعني، بس انا اساسي جماعي واوجهه بالظبط للتكتيك اللي انا بشتغل بالظبط كده بالظبط. ربنا يوفق ان شاء الله وتبقى بدايه خير لكل الانديه. انا شايف استثمارات الاهلي استثمارات كويسه جدا. ماتش سموحه ما عجبنيش ليه؟ قول لي ليه، نقعد نتكلم فيه برضه انا وانت. هبدا باللي انا دايما بتضايق منه، الملعب. اوكي. يعني انا بعد 5 دقايق لقيت الملعب كله محفر، النجيله كلها طالعه. ده معناه ان النجيله تقيله والملعب تقيل. تمام. هو كان استاد برج العرب برضه ولا استاد ايه؟ برج العرب. برج العرب. انا صعبان عليا، صعبان عليا اتهلك يعني. استاد مطالب ان هو يستضيف كل الفرق. بدايه الجيم حسيت ان ممكن الاهلي يخلص الماتش بدري. بعد كده حصل الثقه ان انا هكسب. حصل الثقه ان انا هكسب. تمام. في الوقت ده سموحه راح مضيع الكره للولد الليبي ده، برضو من الناس اللي عجبتني جدا. الشناوي طلعها اطلعها ولاد حطها فوق العارضه مش فاكر، او شناوي طلع خدها ولد ليبي طرف شمال محترم. لعيب كويس قوي محترم نهائي، مش هايب، وراح وعدى كذا مره من ناحيه اليمين عند ناحيه هاني وعمل كذا كروس، ولما لعب في نص الملعب كان هايب. حسام حسن بيحب لعيبه الكوره، باشا لعيبه الكوره. هو كمان بيحب لعيب الفايتر، بيحب لعيب الشرس. لازم اللعيب يكون كده بصراحه. وهو لو ما كانش كده ما لعبش الوقت ده. لازم اللعيب يكون كده بشكل عام. خلي بالك اصل دي دلوقتي بيقول لك في ناس بقى بتتكلم المتعه، ودي يعني ادي مجال للابداع. ايوه ابدع بس انت قلبك انت. والله يا ميدو ما بقاش ياكل عيش، والله العظيم الكلام ده شغل الابداع وال ما بقاش ياكل عيش. بس لازم عندي، لازم عندي دم يا كابتن، لازم عندي دم. هو الدم ده اللي هي الروح والفايتر، وبعد كده ابدع زي ما انت عايز. انا اكسب ومن خلال التكتيك بالظبط، من خلال التكتيك اللي بشتغل فيه مدربي بالزبط. مش النهارده اروح مرقص ترقيصه تتقطع مني، الاقي النهارده 4-5 عند الجون وتقول لي انا عايز ابدا، اصل انا كنت ممكن ارقص، اصل الكره اتلغت فيها الكلام ده كله. ميسي صدقني خلاص يعني، ميسي مش ومش هتلاقي حد. انا بقول لك الابداعات قلت في كل المجالات، المفكرين قلوا. النهارده الفكر، هرجع في نقطه بسيطه، قول لي. عندنا حاجات كتير جميله في تربيتنا لاولادنا كنا بنفكر فيها، لما تيجي تتكلم معاه يقول لك دكتور، مهندس، ضابط. دلوقتي فكر العلم والتطور والدراسه والكلام ده كله صفر. عايز ابقى لعيب كوره. عايز ابقى لعيب كوره. في الاخر كوره. هرجع للاستاذ يورجن كلوب، قال لك انت ليه مبتسم؟ وليه ابتسامتك على طول عريضه؟ في الاخر انا عارف. شوف بقى احسن مدرب في العالم بيلعب في تصنيف عالي جدا بعيد عننا كتشامبيونز ليج كدوري، وبيقول لك لا في الاخر كوره، في حاجات اهم، الدكتور اهم، المسعف اهم، الناس دي اهم. هم دول الناس بينقذوا بني ادم، بينقذوا روح، احنا في الاخر استمتاع. جميل. وده ايه؟ في قمه الاحترافيه يعني، في قمه الاحترافيه. بس عارف ان لا ما زعلش، انا عملت اللي عليا خلاص. احنا عشان ما دخلش دي جوانا واحنا بنتربى،
ان يا جماعه ودي والله 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 على اهالي رئيس النادي في ترن اوت قال لك يا هشام هدي هدي من نفسك، لو حصل لك حاجه محدش هينفعك في الاخر كوره استمتع. قلت له لا انا جاي الامل، ان ساعتها كان ترن اوت 6 بونت واللي فوقيه 22 واللي فوقيه 22 نقطه وفضل 11 ماتش ولازم نكون احنا جايين عشان ننقذهم من الهبوط. تمام. فعارف ده قال لا، وحتى لو شوف هو حتى لو نزلنا في الاخر برضه كوره، لكن احنا مقدرين جدا التعب اللي انتوا بتتعبوه. عارف كلمتين هدوك ريحوك. أكيد. احنا هنا الاسترس بالذات على المدرب، كل حاجه المدرب، الموضوع كبير قوي، كل حاجه المدرب، بس خلي بالك كل حاجه الوحشه. الحلوه بتلاقي بقى ايه؟ الاداره واللعيبه وكل والجماهير وكل حاجه الا المدرب. هو بيشوف المدرب زي يعني حاجه كنت زعلان منها قوي قوي، مش عارف، اثرت فيها جدا. الزمالك لما خد كاس مصر وجروس بيتصوروا جروس لوحده، دي حاجه بكتني. فارجو ارجو نعيد تاني قصه احترام من المدرب، ونعيد تاني قصص كتير محتاجه، مش عايز اقول لك كتب لتاليف نتعامل مع المنظومه ازاي. بس اتكلمت في نقطه مهمه جدا، ان كل اولياء الامور عايزين ولادهم لعيب كوره. خلي بالك ده كمان الاولياء الامور اللي عايزين كده، يعني مش ما بقتش الولد البنات اللي عايزين يلعبوا كوره دلوقتي كمان، فمش عايزين مش هتكلم في الموضوع ده كتير، بس انا لازم يبقى احنا عندنا مصداقيه كمدربين كاكاديميات يا كابتن هشام ان ابنك مش لعيب كوره. يا جماعه الاكاديميات موضوع، انت اتكلمت في نقطه صعبه قوي قوي، انت قلت كمان كلمه صعبه قوي. انت اتكلمت في نقطه مهمه جدا، الاولياء الامور كلهم بلا استثناء نفسهم يشوفوا اولادهم لعيب كوره. الولاد عايز تبقى يا حبيبي لعيب كوره او حارس مرمى او محمد صلاح وزنه او ميسي وزنه او ايا كان، يروحوا الاكاديميات يلاقي المدرب يقول له ايه ده، ده ما شاء الله لمسته ده عنده، بس يسيبه لي ثلاث اربع سنين بقى اخد منك فلوس لما يعني خلاص. والراجل على الامل عايش وابنه عايش على الامل، فلازم يكون عندنا صراحه مع نفسنا، لان ده موضوع مهم جدا. ابنك مش هينفع يبقى لعيب كوره خالص. في الانديه نفس الكلام، ابنك صعب يكون لعيب كوره عشان الولد يشوف مستقبله بس، فلعيبه الكوره تبقى لعيبه كوره، بعد كده الولد هيبقى يروح بقى في اتجاهاته ويطلع دكتور مهندس. والله لو عنده لو عنده موهبه هتلاقي الناس كلها واقفه جنبه طبعا. لو عنده اللي هتلاقي الناس كلها هي اللي بتدور عليه. لازم الاكاديميات تقنن، لكن الاكاديميات دي انت طالع لسه بقول حاجه 81 كيلو وانا بشوف الكلام ده. أيوة. 80 هو اهم حاجه اخر الشهر انت بتدفع كام. ايوه خطر على الولد، وكمان خطر يا كابتن، ممكن الولد يموت او لا قدر الله. الناس بتاخد الولد ده بتاع تعمله برايفت عشان خاطر اقدر ربنا يهدي. لازم موضوع كبير. لا لا كبير. الموضوع كبير بس لازم نرضى ربنا فيه، لان عارف الفلوس دي انت بتاخد تعبك. انا بتكلم والله، فهل دي حرام ولا حلال؟ لا حرام جدا، حرام جدا، حرام جدا، حرام جدا. قول لي ايه تاني في ماتش سموحه غير الثقه؟ حسيت برضو هو خد 3 بونت. انا بعتبر ماتش سموحه زي ماتش افريقيا. تمام. هو كان بيدور على 3 بونت خارج من ماتش كبير بالظبط. خدت 3 بونت وانا مبسوط مع فرقه غلسه قوي قوي ومعاها جهاز هايل. يعني انا دايما بقول ايه، اللي بيلعب سموحه، وانا لعبت سموحه وكابتن حسام كان هو المدرب، بيلعب كابتن حسام ابراهيم حسام ابراهيم ماشي هقول حسام ابراهيم. انا معاك كابتن حسام وكابتن ابراهيم. بس انا شفت كابتن حسام، انا بشوف بحس ان انا لعبته، يعني الماتش بحس ان انا مش بلعب تيم، بلاعب كابتن حسام. ف قيمه كابتن حسام كجهاز لا بتبقى برضو. وهو عنده حاجه غريبه جدا مع الصغيرين، بيقدر يدي ثقه للصغيرين. هو مدرسه في القصه دي، هو مدرسه، طبيعته كده يا كابتن. لا مش مع الكبار، انا بتكلم مع الصغيرين. تمام. بيقدر يدي ليهم ثقه، اكن الولد ده لعب مثلا 3 4 سنين في الدوري. يعني انا فاكر السنه اللي فاتت جاب ولد سردباك مواليد 2000 او 2002 لعبوا ماتش، وماتش كان كبير والولد كان هايل. مدرب. فدي مدرسه الموضوع. انا نفسي محتاج ادرسها، نفسي قبل وادرسها. اقول له بتعمل ايه مع الولد الصغير؟ ايه الكلام اللي بتقوله له؟ وايه التوجه؟ وايه، لان انا متهيألي دور نفسي بحت. بالظبط. دور مش بالزبط. مجرد دور بالزبط. نفسي بحت، ازاي اوصل الولد ده ان يلعب ماتش كبير زي ده؟ خلي بالك بره، ودي قالها لي الله يمسيه خير مستر وولتر، يقول لي فلان ده، لان طبعا انت عارف بلجيكا هولندا،
فكل دراستهم ما كانوش زي دلوقتي يعني. تمام. كانت كل حاجتهم بيروحوا ياخدوها من هولندا، هولندا مدرسه كبيره جدا. تمام. المدرب كان يجي مثلا فان جال، ميدو لسه طالع اول مره يتمرمع في الاول، يقول له خش اقعد على اي كرسي انت عايزه، انت عايزه ان شاء الله، حتى بتاع ابراهيموفيتش ان شاء الله، حتى بتاع احسن لعيب اقعد، وهو مش يخش يلاقوا الولد قاعد. هو الولد طبعا برضه مكسوف، بس هو دي بيديله ثقه، انت خلاص لعيب في التيم بالظبط، اعمل اللي انت عايزه في الجيم اللي انا شفتك بيه، اشتغل بيه، يخش يقعد، يقوم بقى اللعيب الكبير. بص بقى انا بربي ناس عندها ثقه في نفسها، يلاقيه كده يروح هو مغير الكرسي بتاعه، مكان الدولاب بتاعه، اي حاجه بتفرق عشان يدي الولد الامور بالظبط. اه بالظبط، لان هو حاطه وبين هو كمان ايه، هو فان جال مطلع ولد خلال اسبوع هيكون في ال11 بيلعبوا، ثقه ثقه صح، ما تخافش ما تخافش. صح. احنا بنطلع الولد، الولد بيبقى خايف، طالع فيرست فريق اول، مضغوط من اللعيبه ومضغوط من المدرب ومضغوط، لو حط عليه انه مثلا ايه، ولو ما بصاش للعيب يشتمه، ولو مش عارف ما عملش ايه. لا احنا عندنا اكتر ناس بتفقد الثقه، بنحاول نفقد الثقه في الناشئين، احنا بنبقى احنا السبب فيه. انت على فكره يا رب برضو دي من ضمن الحاجات اللي لازم نحاول نعدل مسارنا فيها عشان نطلع جيل عنده ثقه في نفسه يقدر يستحمل. احنا عايزين نقعد مع بعض حلقات كتير جدا على فكره. انا لما الوقت خلص تخيل، احنا عدينا كمان الوقت. اتمنى يا رب دايما اكون معاك. والله العظيم يا كابتن، بالمناسبه يعني انا مش انا كنت تعبان جدا وقالوا لي ميدو، فما اقدرش ما اقدرش بجد اسال زاهر حتى يعني. انا اتشرف بيك والله. لا شرف يا كابتن، وانا مبسوط ان انا كنت قاعد معاك، وان شاء الله يا رب يعني. ما الراجل بيتكلم في الكوره يعني، مش عايز اتكلم بس انا عايز اقول حاجه على ابراهيم وحسام. بتكلم على روح ابراهيم وحسام، احنا كنا بنلعب في انبي، وكان ابراهيم وحسام اعتقد ان هم كانوا في الاتحاد حاجه كده يعني، وكنا احنا معسكرين في الاكاديميه البحريه وهم معسكرين في الاكاديميه البحريه، مش عارف كان بيلعب فين. فاحنا كنا في انبي، انت عارف كنا جيل قرود، كنا بننزل طبعا قبل التمرين بساعه نلعب دايره، ساعه أيوة كامله نلعب دايره. فهو نزل هو ابراهيم بدري فشافونا، هم عارفين بقى انبي كنا مشهورين بالدايره دي، فقال لك ايه العب معاكم. احنا بنشوف حسام ابراهيم، احنا بنشوفهم اساسا بنقعد نبص لحسام ابراهيم كده، حسام ابراهيم يلعب معانا دايره. اه طبعا. المهم فهم ايه الظروف جابتهم هما الاثنين بقوا فين، في النص. واحنا اللي كان بينزل في النص يا كابتن كان بيقعد يعني ما بيطلعش. اقسم بالله العظيم يا كابتن كانوا هيموتوا بعض حسام ابراهيم عشان ابراهيم ما بيضغطش. واحنا ايه عاد، طب خلاص يا كابتن احنا اسفين، طب خلاص يا كابتن لازم بص. لا مش طبيعي، مش طبيعيين يا كابتن. دول رموز بالظبط، على قد ما نقدر نحافظ على الرموز بتاعتنا، على قد ما نقدر الناس الكبيره اذا كان عندنا رموز كبار زي كابتن حسن، كابتن خطيب، كابتن حسام، كابتن ابراهيم، الكباتن الكبار دول، كابتن مش عايز انسى حد، كابتن صلاح، محتاجين نحافظ على رموزنا. لما يكون عندنا النهارده اللي ملوش خير في, 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 في الناس دي ملوش خير بعد كده. جميل زي بالظبط، ملوش خير في ابوه وامه، ملوش خير في حد. جميل قوي. انا اتمنى يا رب التوفيق للناس كلها. احلى ختام نختم بيه ده، احترام الرموز، وبلاش نقل ادبنا عليهم، رموز كبيره. بشكرك شكرا جزيلا حبيبي يا كابتن، والله دايما بتشرف بيك. لا ده الشرف ليا، وانا جدا وانت معايا حبيبي، كتر خيرك كتر خيرك، ان شاء الله اشوفك قريب جدا باذن الله. يا رب. شكرا جدا يا كابتن. كابتن هشام زكريا نجم كبير في عالم التدريب، ان شاء الله يمسك فرقه تليق بيه. بعد الفاصل هيكون معاكم الزميل محمد سعيد وضيوف الكرام، دايما بتشرف بيكم واشوفكم على الف خير.